السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه ديال بريوش ولا خبيزات صغارين معمرين، كيجيو حلوين كيتبوا في الفران. بالنسبه لهذه الوصفه عندي المقادير ديالها 500 غرام ديال الدقيق، عندي 230 ديال الحليب دافئ، عندي 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام من السكر، اصفر 2 اصفر بيضه وبيضه كامله، وعندي 2 معالق ديال عصير الحامض وقليل من قشرة الحامض ونصف ملعقه تقريبا من الملح. هنا عندي 7 غرام من خميرة الخبز. هنايا يمكن لكم تديروا حتى الخميرة الطرية 20 غرام. هنا دابا انا غادي عندي حليب دافئ، غنضيف له هاد الخميرة. مع القليل من السكر غنخلطهم ونخليهم شويه الخمارات تفاعل شويه، واحد لخمسة دقائق. في العجانه ديالي غادي ندير الملحه ولا القشره د الحامض جانبا، غادي نضيف البيض، الزبدة، السكر، الحامض، عصير الحامض، وغنضيف الحليب اللي ضفنا له الخمارة. ها هي الخمارة دابت فيه. كيكون من يفضل الحليب ما يكونش سخون بزاف، يكون دافئ فقط. صافي دابا انا غادي نعجن هاد الخليط ديالي 10 دقائق ونطفيو عليه. هنايا من بعد ما تعجنت العجينه عندي 10 دقائق، ها هي كيفاش كتجي، كتجي رطبه هانتوما، كتجي زوينه العجينه. ضروري هاد 10 دقائق ديال العجين، هكا كتجينا كيجيو دوك خبيزات خفافين ومدفشين. دابا انا غادي نحيدها من العجانه هكا. نجمعها بيدي وكنحطها في واحد الوعاء اخر ونخليها تخمر لمده ديال ساعه. العجينه ديال البريوش عندي ها هي خمرات من بعد ما دازت 60 دقيقه. انا غادي نحيدها من هذا الوعاء، غادي نقسمها على جوج. نرش طاولة العمل بشوية الطحين، وغادي نقسمها نشكل بها كويرات صغار. هكا صافي. من بعد ما قسمت العجينه عندي كويرات صغار، كنجيب وحده هكا كنحاول غير بيديا نقرصها هكا، وكنعمر باللي بغيت كنعمرهم. يا عندي انا هنايا المربى ديال التوت وديال المشماش، وعندي النوتيلا الشوكولا. هنايا كتعمري باللي حبيتي اللي بغيتي.
انا غادي ندير هنا نحاول ما نعمروش بزاف، معلقه صغيره وكنسد عليها بهذه الطريقه. هكا صافي، ونحطهم عندي في الصينية مدهونة بالزبدة. هادي غنديرها، انا غادي ننوع بالحشوة، غندير مربى ديال التوت، كما قلت حاولوا ما تكتروش هي العمارة باش ما تخرج ليناش. هكا ونسدها. لا ندير واحدة بالنوتيلا. هكا نسدها صافي، ونستمروا حتى نكملوا الكويرات ديالنا. من بعد مرور نصف ساعه انا الخبزات ديالي راهم خمروا، انا غندهنهم بشويه الزبده وغندخلهم للفران اللي شعلته على 180 درجه، خليوهم واحد المده ديال 25 حتى 30 دقيقه. البريوش ديالي هو واجد عندي، انا رشيتو شويه بسكر كلاصي، ها هو كيفاش كيجي ورتيط بين هشاش وخفاف. نحل لكم وحده هادي بالنوتيلا، هانتوما. انا كنفضل الوليدات كيبغيوه بلاصوص، عندي هنا فانيلا لاصوص ديال الفاني، هذه غير ديال المغازان، انا ضفت لها الحليب، كيجيو على هذا الشكل. نتمنى يكون ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني كالعاده. نتمنى ان شاء الله لكم فرجه ممتعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.